इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए 100 से अधिक संत और हजारों भक्त विश्व भर में से आए हैं। के परंपरागत परिवेश में सज्ज प्रजावर्ग माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत कर रहा और आंध्र प्रदेश का प्रजावर्ग यहाँ उपस्थित है। बीएपीएस संस्था के वरिष्ठ संतों से हो रहा है। यहाँ से الزول في اللون نيت ما يسمع. صباح الخير عليكم، ان شاء الله اليوم يكون نهار مليح ومبروك عليكم. الساعة الحد 7 جويلية 2024، مرحبا بكم بور سيت بروميير فيديو. الساعة راهي 9:30 بالضبط. مرحبا بكم بور سيت بروميير فيديو تاع اليوم. قبل هذا رابيدمون كيما موالفين جو في بارطاجي افيك فو مي شيغ زامي مون كافي، نقول لكم صحة القهوة النون، صحة قهوتكم، بون كافي ا توت اي ا توس. قهوة هايلة هايلة هايلة، سورتو انديمونش. انديمونش اليوم اللي نقدروا الحمد لله يا ربي نقولوا بون ديمونش بروفيزوار، برك بون ديمونش بروفيزوار بور لي الجزائريين. علاش الجزائريين اللي معنا هنا عايشين في الجزائر؟ علاش؟ باسكو اليوم ما يخدموش، اليوم ما نخدموش، اليوم كلش مغلوق. اليوم ما الا الامنيين ساكن اللي راهم في الامن، اللي راهم في الكوميساريا، وراهم في لا بريغاد جوندارموري، في الجروبمون، في الكومباني جوندارموري، في الامن كامل، ولا لي زوبيتو، ولا غير لي فكير اللي لازم يخدموا. سينون اليوم ما نخدموش. علاه ما نخدموش؟ ماهوش بور لو ويكاند اللي بدلوه، لا نو، مازال حنا ديما كيما شفتوا سي ماباج فيسبوك، حنا ديما مازلنا نسخروا الاخر. اليوم خطره قال لك اليوم كيفاش مع عاشوراء، مش عاشوراء، الهجره، ولا ما عرف واش هي الهجره. ايه الهجره، اول محرم، اول محرم قال كذا، اول محرم على حسبهم هما، على حسب الناس اللي تحكي. قال لك هذا نهار النبي عليه الصلاه والسلام هجر، هرب من مكه، ولا راح المدينه، ولا من المدينه راح مكه، والله ما على بالي كيف القصه. بور على حسب القصه اللي عاودوها هذه، هذا النبي رسول بعث ربي، رسول بعث ربي باش ينشر الدين تاعو. رسول عليه يقولوا رسول، راهو مرسول من عند ربي. وكي راح لهذا بني عمو، بني عمو سبوه وضربوه وراحين يقتلوه، وهرب هو على حسب الحكايه، هرب. وكي هرب هو لازم يهرب، علاش؟ باسكو ربي ما تدخلش، ما دار والو. حنا اليوم حنا عندنا هنا العداله تبعث جدرميه ولا لابوليس يقول لهم روحوا جيبوا فلان، ولا روحوا دشنوا تاع التروك، ها؟ يروحوا. لو كان يجيو ناس يسبقوا لهم ما يخليوهمش يهربوا، لا واش يديروا؟ يهز طاكي والكي ويعيط الرونفور يجي، ها؟ لازم مادام مبعوثين من عند العداله، ومن خلي لي مبعوث من عند ربي، انسان مبعوث من عند ربي، وتجي انت تسبق له، ها؟ وتولي تهرب وربي ما يدخلش. ان بوان دانتيروغاسيون. على كل حال ماناش راح ندخلوا في هذه الامور تاع الدين، وانا ما نعرفش. كما قلت لكم وزيد بزياده، هذا الدين هذا المحرم هذا، ولا ما عرفش اسمه هذا، الهجره، ولا ما عرف واش، العلم على المسلم كل. انا نتحداكم اليوم اعطيوني تراش كما كان بلد واحد ولا زوج ما يخدموش كيما حنا اليوم فيري كيما حنا. علاش؟ باسكو حنايا كما قلت لكم قدام خطره، حنا اكبر مسلمين من المسلمين الحقيقيين، حنا اكثر منهم، اكثر منهم. ادوك حنا ماناش اكثر منهم، خلاص خلاص
احنا بالك احنا هما الخيرين نتاع المسلمين، مي احنا نحبوا الجزائريين الجزائريين هنايا، احنا نحبوا نعتوا واحنا باللي احنا خير من المسلمين كامل، احنا عرب بصوم ماناش عرب، عرب اكثر من العرب، احنا احنا فلسطينيين، فلسطينيين هاكم تشوفوا فيهم فلسطينيين مخاويين اليهود ويخدموا معاهم، احنا لا احنا احنا الجزائريين احنا اكثر من فلسطينيين، احنا حاجه كبيره احنا ها سمح الله اتونسيون ها. دونك اول يوم اللي جا مع هذا الاخر جا ديمونش ما نخدموش، هذه حاجه مليحه اي اون بو كو سو ريجوير دو سيت جورني اليوم اللي لازمنا نقعدوا نرتاحوا فيها. على كل حال الناس اليوم خوتنا المسيحيين في تونس ولا في المغرب ولا في كل انحاء العالم اليوم عندهم ديمونش ما يخدموش، علاش؟ باسكو سي لا سي لو ويكاند، سي لا فان دو ويكاند. نقول لكم كل بون ديمونش ا توت اي ا توس كي العاده، الناس اللي رايحه تصلي في ليزيغليز كسوا عند خويا التوانسة ولا المغاربه ولا في العالم كل، نقول لكم صلاتكم مقبوله بون ميس ا توت اي ا توس. عندنا حنا في الجزائر هنا ما نخليوش الناس تصلي، لا اتونسيون ها، حنا با 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 با. لا يجوز اتونسيون هنا، انا غير المسلم غير برك الناس دير المسلمه برك هي اللي عندها حق تصلي، الاخرين لو كان نحكموا واحد يصلي والله شوف اللي جابوه رجليه العصا ليه. على كل حال الشيء اللي حبيت نوصله لكم هو كنت تشوفوا دركا واش تشوفوا قبل هذا، قبل هذا يرحم والديكم كان واحد اسمه رمزي، رمزي زويش، واحد المسخ حبيت نجاوبو في 10 دقائق ولا ميم با 7 دقائق ولا 5. هذا زويش هذا دوك بعد نزيد نرجع له في الفيديو الثانيه راح نتكلموا على الموضوع هذا بعد اللي تكلم عليه، هو جاي يحب يمد دي كونساي لسيادو، جا واحد سيدو كيما انا صحفي يجي واحد بوفسيو كيما هذا انسان مسخ كيما هذا يجي لي انا يحب يعطيني درس في الصحافه ويقول لي انت صحفي جبان على حسابه هو انا خواف ما نقدرش نتكلم على المظلومين وعلى الناس، واحد الفيديو دوك نعطيه لكم بعد اللي تهجموا عليه الناس وانا ما نقدرش ندير ان ارتيكل لا سونس في سور لو جورنال خاطرش انا خواف على حسابه هو، باش نكون انا مانيش خواف ونكون صحافي صح نروح نهز هلا فيديو هذه واش يقول السيد هذاك وندير ارتيكل في الجورنال، وقال ما كانش امن والامن راهو مبلوكي الدوسي نتاع السيد والعداله ما كانش وما كان والو، باش نكون باش نكون صحفي جيد ونكون راجل ونكون محل ونكون على حساب هذا هالبخنونه هذا نتاع زويش هذا. شوف نجاوبك وبعد نزيد نرجع لك في الفيديو الثانيه، يا واحد البخنونه يا واحد المنتن يا واحد المصنان، راك ما تقدرش تجي واحد سيدك كيما انا وتعطي له اوامر ولا تقول له روح دير هذيك الحاجه هذيك، خاطر راه هنايا نعرف خدمتي مليح مليح، الصحفي ماهوش يروح يشوف واش كاين في لي زو لي ريزو سوسيو يهز منه ويكتب، واش حسبتها انت كوري بوخرس ولا واش حسبتها انت واش من كوري هذا تحس فينا رانا فيه هنا، الصحفي كي يحب يدير لنا ارتيكل ولا حاجه راه لازم يسمع الاطراف كل، يا واحد البهلول راه ما نجمش نسمع واحد واش راه يقول ونروح انا نكتب واش قال، هذا الشيء اللي قالوا هو يعني هو ما يعنيش الناس كل، خاطرش لو كان نروحوا للطرف الثاني اللي راهو شكا بهم هذا السيد هذا في الفيديو دوك يكون عندهم راي اخر، ما نقدرش نروح نسمع طرف واحد على في فيديو قالها واحد وما على باليش حتى شكون هما خصومه، ما نعرفش شكون هما خصومه ما نعرفش وين نلقاهم ها، ونجي انا نروح نقول انا راكم تشوفوا ما كانش امن وما روح انت كون بحل وكتب انت طراش في واش الجورنال، احنا جورنال يقرا حتى الرئيس ها، روح اكتب برك في لاباج تاعك فيسبوك اللي يتبعوا فيك اربعه من الناس، روح قول ما كانش امن، روح اكتب طراش شش ها قدام الناس الكل، روح قول باللي راهي ما كانش امن في الجزائر، هيا روح شش نعطيها لك انا قدام الناس نتحداك قدام الناس، روح اكتبها انت بورتون يا اخي فيسبوك ماهوش فيسبوك قادرين ما يشوفوهش الناس، قادرين الاف الناس ما تشوفوش، ماهوش كيما الجورنال، الجورنال المسؤولين كاملين يقراوه، روح انا نكتب ما كانش الامن. يا اخي حيل على كل حال نجاوبك في لا فيديو الثانيه بصح انا نقول لك يا واحد المسخ يا واحد المصنان لازمك قبل ما تهضر على سيادك واش تعرف واش دير، تروح تجيب بروسا دون جديده وعيط لي كي تجيبها عيط لي باسكو بروسا دون جديده تلقاها، مي دونتيفريس جديد دونتيفريس لا مارك ما تلقاهاش تشوفها غير في التلفزيون برك، مي عندي لا تلقاها، نجيب لك انا دونتيفريس جديد تغسل فمك
تروح نعطيك اللافابو، تروح لافابو جديد يعني موش لافابو نتاع المسخ اللي عنده اللي دقرص اللي يخرج منه الريحه الناتنه كيما نتاع هذاك ما يمشيش. لازم نجي نديك اللافابو نتاعي يكون جديد وتغسل فمك ثلاث خطرات باش تكلم على سيدك. فيديو ثانية نرجع لك ان شاء الله. جو سوي ديزولي بوغ لي جون اللي يسمعوا فيا، مي الناس كيما هذو لازم لهم حثالات كيما هذو، لازم الجواب نتاعهم يكون كيما هما باش ان شاء الله من بعد ما ينجموش يتهجموا على الناس اللي اخير منهم. على كل حال اليوم كيما قلت لكم كنا نشوفوا دوكا في الامارات، امارات بلد صغير راكم تشوفوا كيفاش وزير الاول الهندي، والهندي خي تعرفوها شكون؟ الهند من سي بويسونس دو لو موند، بلد قوي عندهم نيكليير عندهم، يجي للامارات يعرضوه نتاع الامارات يبنيو له ان طومبل بور اللي عنده اللي يسكنوا في الجاليه الهندوسيه اللي تسكن في الامارات، ويجيو يديروا لهم ان طومبل باش يروحوا يصليوا فيه ويعيطوا له لهذا اللي هو قادر يروح يدشنوا له. لو كان هنا كان الرئيس نتاعنا ولا كان الوالي ولا وزير الشؤون الدينيه ولا من راه راح يدشنوا، لا هم يعيطوا للبريمي مينيستر نتاعهم يجيو يعرضوه ويقولوا ارواح دشن نتاع هذا نتاعك هذا، علاش؟ باش يربحوا معاهم العلاقات، باش يديروا معاهم كيما قال واحد لي غولاسيون ديبلوماتيك، باش غدوا في دول ولا في لي ريونيون الكبيره ولا منا ما عندهمش، الهند ما عندوش تحفظ على الامارات، ما عندهمش تحفظ، يقول كذا بلد متقدم وبلد نتفاهموا معاه، بلد صديق. عكسنا احنا، لا غالب عكسنا احنا اللي ربي كرهنا، العبد يكرهنا، على واش؟ باسكو حنا حقاره، حنا نحقروا الناس، حنا ماهوش غير نقولوا علاش الهنود يسكنوا في الامارات وما يسكنوش في الجزائر؟ علاه بوركوا؟ بورتون المناخ نتاع الجزائر خير من نتاع الهنوده وخير من نتاع هذو الامارات وخير من الناس كل. الجزائر يا جماعه، الجزائر المستعمرين الناس كامل حبوا يقعدوا في الجزائر، الاف المستعمرين اللي جاوا وخرجناهم كما يقول الانسان، اللي خرجوا يبكيوا من الجزائر، ما عندنا حتى واحد عايش معنا. ما عندنا حتى واحد وما نجموش نخليه واحد يعيش معنا، علاش؟ باسكو الناس حقارين حنايا، وشكون اللي درنا هكا؟ المسؤولين تاعنا اللي حكموا المشعل نهار كي جات فرنسا وقعدت لهم المشعل قالت لهم هاكم هاني بنيت لكم بلاد هاو المشعل هاو ليكم دركا روحوا به، راحوا هما دخلوا به في الماء طفوه كيما قال واحد خلونا على ظلمة. دونك من نهار استقلينا لليوم وهما هزين المارطو ويفشخوا في بعضهم، الضرب الضرب، شكون هو اللي يحكم الكرسي؟ شكون هو اللي يحكم الكرسي؟ لليوم، لليوم مازالوا يتمسخروا بينا، لليوم مازالوا رجعوا الشعب الجزائري داشي، شعب راس شعب 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 90% داشي، بالنساء بالرجال دواعش، يقبلوا هما تجي جاليه كيما هذه هنديه ويديروا طومبل كيما هكذا، والله نحرقوه، والله نحرقوه، علاش؟ باسكو ما عندهمش عقل يتقبل شي هذا، امبوسيبل يتقبلوا شي هذا، يتقبلوه في تونس، يتقبلوه في المغرب، يتقبلوه في ابو ظبي، يتقبلوه في العالم كله، الا في الجزائر، الا في الجزائر ما يتقبلوهش، علاش؟ باسكو المسؤولين تاعنا عرفوا باش يهزوا برا ويشكوا يضربوا برا للشعب الجزائري مسكين المغبون على روحه ويقولوا له انت لازمك تكون ضد هاد الناس هادو، لازمك ها واش دير، هاك واش دير، هاك واش دير. باغ كونطخ ما تنساوش حاجه، باغ كونطخ ولادهم هما ما يعيشوش مع الشعب الجزائري، ولادهم هما ما يروحوش يصليو في الجامع مع الشعب الجزائري، ولادهم هما دي يكبروا شويه برك السنه السادسه الي باسبور ديبلوماتيك ولا باسبور نتاع فيزا ديتود الي روح، اللي يروح لاوروب يروح، اللي يروح للامريكان يروح، اللي يروح لكندا يروح، باش يخرجوا اطباء باش يلقاو مستقبلهم، ومن بعد يلحقوا عليهم هما كيما الناس اللي خرجت روتريت. ما نهضروش على الناس هذو المسؤولين وزراء خرجوا روتريت، خرجوا راحوا لقاو ولادهم ديجا اطباء وحاكمين دي كلينيك في الخارج يسيروا فيها. وين؟ في اوروبا، نعم في اوروبا، ويلحقوهم ولقاو شراو دي فيلا ثما وراهم عايشين لا بيل في مع والديهم ومع منا يبريباريو لارواحهم. عندك الشعب الغبي؟ لا، الشعب الغبي دخلوه لونيفرسيتي تاع الجزائر باش يقرا القران وباش تتحجب وتتبرقع وتقعد ثما تحوس على العدس ما تلقاهش، هكا يديروا المسؤولين. على كل حال حنا كل حد نديروا فيديو كيما هذه باش ما نطولش عليكم، فيديو لواش؟ باش نعتوا للناس باللي حنا الجزائريين مازلنا اون اون تران دو ريكولي، مازلنا ما نتقبلوش الاخر،
احنا نورمالمون عندنا برك دروك نروحوا لسوق هراس والعنابه، عندنا اضرحه نتاع الناس اللي كانوا قبلنا حنايا، سي قبل الناس كل كيما سان دونا كيما هادو، لو كان خلاو الجاليات الاوروبيه تجي تزورهم كنا ندخلوا ملايير، كي سوا في سوق هراس ولا في وهرن ولا في بارتو كانوا في عنابه برك كيما قلت لكم. هذه سان دونا هذا لو كان ولا في سوق هراس ولا ما عرفتش، ما نعرفش بين سوق هراس وعنابه، والله نجيو الاف نتاع الناس تجي تزوروا، عندهم الاف نتاع الناس يتبعوا فيهم هذو الاضرحه نتاع الناس كيما هذو من هنا. حنا لا ما نقبلوش، ما يجينا حتى واحد وما نقبلو حتى واحد. علاش؟ لطيف حنايا عديان نتاع العالم، حنا لي زالجيريان رجعونا عديان نتاع العالم. اليوم كيما قلت لكم سي لا فان دي ويكاند ديمونش، الناس الكل ما تخدمش. علاش؟ باسكو سي لا فان دي ويكاند، عندك حنا كل حد نخدمو، كل حد الناس هو فان دي ويكاند. في الجزائر داروه ديبيو دي ويكاند عكس للعالم كل. علاش حنا؟ خاطرش حنا الجزائريين، ولازمكم تنبهوا للشيء هذا. حنا الجزائريين ديما اوني عرب بلوس كو لي عرب، اوني مسلمون بلوس كو مسلمون، اوني باليستينيان بلوس كو باليستينيان، باش تفهموا مليح. حنا مسلمين اكثر من المسلمين كامل، حنا عرب اكثر من العرب كامل، حنا فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين كامل. ربي يجيب الخير للبلاد هذه. انا نقول لكم اتوت ان شاء الله نرجعوا سيري نوتر فيديو ان شاء الله نتكلموا فيها على واحد القضيه صارت في ما نعرف في الجزائر، على كل حال نرجعوا لها بعد قليل.